بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع البروجكت تبعنا. كنا شرحنا بالدرس الماضي فعلنا اللايسنس تبعت الفورتي جارد عشان نقدر نتحكم بالابليكيشن كنترول والانتي فايروس والاي بي اس، لانه كل الدروس اللي باقي جاي هنشرح فيها. كل اللي كنا عم نشرحه نحن بالسابق هو كان ستيتفول فايروول، تمام؟ فايروول عادي اسمع ترافيك، اطلع من ترافيك، بس ما شغلنا ولا انتي فايروس ولا شغلنا ابلكيشن كنترول ولا ويب فلتر ولا انتروجن بريفنشن سيستم ولا اي شيء. فلا، صار لازم الوقت انه نشغل از نيكست جينيريشن فايروول او از يو تي ام. بس قبل ما ندخل خلينا ناخذ اول درس انتي فايروس، نراجع شوي الانتي فايروس، شو هو الانتي فايروس وكيف بيشتغل طبعا بالفورتيجيت، وخلينا نشوف شو فينا نشرح فيه. طيب مبدئيا خليني بس افتح صفحة مينت. ماشي الحال. عندي الانتي فايروس هو مجموعة من الفيتشرز بتمنع المالوير. حلو، تعال نشوف شو هي المالوير. هلا المالوير بنزل تحت الانتي فايروس، سوري عفوا، بنزل تحت الفيروسز، بنزل تحت الرانسوموير اللي هلكنا هاليومين، رانسوموير بنزل تحت كمان التروجنز، بنزل تحت الورمز، بنزل تحت السباي وير، بنزل تحت شو كان بنزل تحت كمان الجراي وير، بنزل تحت كتير شغلات من هذول الخبيه. هذول كلها اسم مالوير. طبعا مالوير اختصارا ل malicious software. حلو كتير. هذا كان الانتي فايروس بيقدم انتي فايروس، انا خطي ما حلو قدروني. الانتي فايروس بيقدم كان مجموعة من الخصائص او الفيتشرز عشان تحارب هدول الامور. طيب هذا بيخوضني لموضوع انه انا عندي الانتي فايروس كيف بيشتغل. اكيد شرحت هذا الاشي بالسابق. الانتي فايروس باختصار بيكون في عنده قاعدة بيانات داتابيز، هذا الكلام عام يعني ما بخص اي شركة، وبيكون موجود فيه الفيروسز وفي جنبه كل واحد السيجنيتشر. قلنا الفيروس بيشتغل بالسيجنيتشر، اي هاكر بده يخترع فيروس جديد بيعمل له سيجنيتشر جديد. فلما يكون في سيجنيتشر جديد هذا بسموه زيرو داي اتاك، تمام؟ ليه زيرو داي اتاك؟ لانه اصلا الفايروول ما راح يعرف يمسكه لانه مش موجود بقاعه البيانات تبعه. شو حله؟ حنحكي شو حله. ف الانتي فايروس شو بيعمل؟ بيقارن بقاعة البيانات تبعته موجودة السيجنتشر على السريع، بيمسكه بيعمل بلوك وبيعطيك أليرت. حلو كتير. طب إذا مش موجود السيجنتشر تبعه بالمبدأ ما راح يقدر يمسكه، إله حلول تاني؟ أكيد إله حلول تاني. صار اليوم عم بفوت شغلات معناها اسمها الـ Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي، أو الـ Intelligence Behavior. شو يعني الـ Intelligence؟ الذكاء هون بيجي بنوع الفيروس اللي دخل عندك، شو ما كان نوعه. أنا شرحت هذا الشيء أصلاً من قبل بس للتذكير. الأبنوبالي بيهيفير تبعه اللي هو كيف سلوكه، لما يشك بسلوكه على السريع بمسكه. خلاص أنا شكيت فيه فبقولك لا هذا تعالى على جنب ناخده، هذا الموضوع هون فيروس أوكي أو مالوير. خلينا نقول بلاش نقول فيروس، إنه فيروس هو نوع من أنواع هو مالوير، بياخذ على جنب بتم التحقق منه. حلو كتير. طيب الأنتي فيروس عندي أنا أصلاً إجمالاً أنواع. عندي النورمال
اللي هو شرحناه هلا قبل شوي، هذا بسموه النورمال داتابيز سيجنتشرز. وفي عندي شيء اسمه الاكستندد، الاكستندد هو عباره عن نورمال زائد الشغلات اللي هي قديمة كتير، يعني كانت فيروسز قديمة صار لها سنين خلص يعني انتهت. ففي انتي فيروسز مثلا ما بتعمل لها ابديت، بس طبعا كان وجهة نظر فورتينيت انه هذا كلام خاطئ. اوكي، فممكن تشغله انت اكستندد حتى السيجنتشر القديمة كلياتها بتكون موجودة عندك، لعل واسع مثلا في واحد مثلا حاب يستخدم فيروس مثلا من نزل من 15 سنة، فهون كان بيقدر يمسك. وفي عندك شيء اسمه الاكستريم، هو عبارة عن الاكستريم هو عبارة عن النورمال مع الاكستندد. والاكستريم هو عبارة عن شو؟ الاكستريم مثلا في شغلات عندك خاملة وهي بتضر السوفتوير والهاردوير تبعك، فكمان بستعملها. الاكستريم طبعا اكيد اقوى من الاكستندد، والاكستندد اكيد اقوى من النورمال. وفيك طبعا النوع الاقوى منهم بسموه انتليجنت، اللي هو قلنا اللي بيشتغل على الذكاء الاصطناعي، اوكي، اللي هو الارتفيشال انتليجنت، في عنده سمارت بالموضوع. حلو كتير. خلينا نمسح ونشرح شغلي كمان تاني. هذا طبعا في منكم كتير بيكونوا عارفين هذا الكلام. ليش؟ تمام، حلو كتير. طيب عندي الانتي فيروس طبعا قلنا الى انواع، هي النورمال، الاكستندد، الاكستريم، والانتليجنس اللي بيسموها طبعا ماشين ليرنينج. في عندك نوعين من انواع الـ او مو تو مودز عندك بفورتي جيت من انواع الفيروس الانتي فيروس عفوا، اللي هو بروكسي. انا الالم بعد عندي ولا الالم راح من عندي؟ اوكي، في عندك البروكسي. ليش هيك؟ طيب اوكي، في عندي البروكسي مود، وفي عندي النوع الثاني هون لو قلنا بيسموه الفلو مود. ممتاز. البروكسي مود بقول لك باختصار، انا انت عم بتنزل مثلا فايل، عم بتنزله وليكن مثلا حجمه خلينا نقول خلينا 8 ميجا بايت. شو بيعمل البروكسي مود؟ بيعمل له سيجمنتيشن او فراجمنتيشن، كيف نظام التي سي بي كيف بيقطع لك اياه لباكيت 512 كيلو بايت او 518، تمام، بيقسمن وبيرجع بيعمل لنا سيكونسنج نمبر وبعدين بيسلمن. نفس المبدا بيعمله، بيقسمن لشيء اسمه بافرنج. اوكي، بيعمل لنا سيجمنتيشن، بيقسمن لشيء اسمه بافرنج، وبلش يشيك كل واحده فيهم. تمام، هلا مشكلته، هلا محاسه انه كثير دقيق، بس مشكلته انه بطيء. احنا في عندنا معادله بالسكيورتي بقول لك كل ما بدك تطلع بالسكيورتي كل ما البرفورمانس تبعك والسرعه بدها تقل، وهذا طبيعي. طيب بس هذا ممكن مثلا يزعل العميل، فقال لك بنشتغل على شيء اسمه راحه العميل، كومفورتنج كلاينت. شو يعني كومفورتنج كلاينت؟ قال لك الكومفورتنج كلاينت انه انا بنزله تاسك بار هيك، انه مثلا بعطيه 1 بايت كل ثانيه مثلا، انه عم بيحمل انه عشان يرضي. طيب تمام، مش مشكله. مشكلته كمان انه اخره عند الفورتيجيت عندك 10 ميجا بايت الفايل ليقدر يعمل له سيجمنتيشن بافرنج. اذا اكبر من هيك عنده حلين، يا بيعمل له بلوك، بيعمل له دروب على السريع، او خلص بيعمل له باس، بقول له مشي من دون ما يعمل له انسبكشن، من دون ما يعمل له تفتيش. طب ما هي المشكلة عندي. شوف، هي منظومة السيكوريتي هي مش منظومة متعلقة فقط في الفايروول، أنا هاي بدي الكل يفهمها. أنا عندي فايروول هون حقيقي،
طب ما الفايروول بيقدم لك كتير شغلات، بس ما راح يقدر كمان هو يشتغل كل الشغل. لازم تكون في منظومة بالسيكوريتي حلوة. يعني لما يكون في عندك جهاز كمبيوتر هون فيه انتي فايروس اند بوينت انتي فايروس، هذا بيساعد كمان. فإذا مرق شيء من عنده هذا أكيد قادر الانتي فايروس يعمل أي شيء تاني هون، تمام؟ أكيد لازم يقدر يمسك. ممكن مثلا هذا يكون فايروول في تحته يكون اي بي اس، بس هذا بيشتغل بس اي بي اس، بيفتش الامور، عرفت كيف؟ فالناس بتقول لك اه طب ما حيمرقوا، ما شو استفدنا لكان من الفايروول. لا، هو بده يكون في عندك منظومه وانت عندك شغلات تانية، بس فيك تعمل له بلوك عادي، يعني الموضوع بسيط، تعمل له بلوك. طيب فقلنا انه البروكسي مود بيقسم، بيعمل فريجمنتيشن وبيعطيني سيكونس نمبر، طبعا لكل واحدة بيعطيها سيكونس نمبر، بعدين بيعمل لي ري اسمبلينج، بيرجع بيجمعها مره تانية وبيعطيها طبعا للزبون، واخره على 10 ميجا بايت. فينا نغير بهاي القيم؟ اكيد فينا نغير. طيب الفلو مود، وهو طبعا المود تبع اكثر شيء. الفلو مود قال لك انا في عندي نظام زيه زي البفر بس اسمه كاشينج، انا بحط كل شيء عندي اياه، ما بيقطع ولا بيقسم، بس بشيك على السريع، بيعطيها الانتي فايروس شيك على السريع، وبعدين بيعطيها الكلاينت والاند يوزر، اسرع بكتير، اقل دقه، بس في له حلول طبعا ليكون دقيق اكثر، حنحكيها هلا بعد شوي. فالفلو مود هو هاي قصته بالضبط، ما بيعمل فريجمنتيشن، يعني ما بيلعب بالباكتس، على السريع زي ما هي كلها تبعه، بيعطي الانتي فايروس شيكه، خلصت معه على السريع بيعطيها. طيب المشكله بهاي الموضوع إذا كان الموضوع معمول له encryption. شو يعني encryption؟ يلا دخلنا في موضوع تاني وأموره تمام، عشان أنا بس أشرح الأنتي فايروس أو الابليكيشن كنترول أو الويب فلتر، لازم أتطرق لموضوع إيش اسمه السيرتيفيكت. أنا قلت في فيديوهات من فيديوهاتي قلت في نوعين من السيرتيفيكت، في عندك سيرتيفيكت اللي هي عادية اللي بسموها CA، اللي هي قلت بتشتغل على الثري واي هاندشيك، تمام، بتشيك الشيء من برا، هاي مش كتير امن. في شيء بسموه فول انسبكشن او ديب انسبكشن، حتى اختصارها دي بي اي، اسمها ديب باكيت انسبكشن، هاي بتفتش بقلب الباكيت. طيب شو هاي، كيف تشتغل وكيف امورها وليش طلعت؟ طيب عندك 95% من الويب سايتس اللي انت بتفوتها بتكون HTTPS، يعني معمولة security، فأنت كان لازم تدخل في إشي اسمه SSL decryption. يعني الـ SSL طبعا كلياتنا بنعرف كيف بيشتغل الـ SSL. أنت باختصار عندك داخل على فيسبوك، وليكن خلنا نرجع الألم، داخل انت عندك هون على الفيسبوك، الفيسبوك طبعا عنده certificate authority بياخد منها، مثلا زي عندك يوتيوب مثلا certificate authority تبعته هو جوجل، اوكي. في مثلا كمان شركة certificate authority مشهورة اسمها ديجي سيرت، عرفت، ممكن انت تخترع السكيورتي certificate تبعتك، بس على العموم انت هون موجود انت كجهاز كمبيوتر وبدك تفوت على الفيسبوك. طيب الفيسبوك هو HTTPS، الفيسبوك عنده public key، بفتكر شرحت الكلام هذا من قبل، و private key، وانت هون بيكون في عندك private key والفايروول تبعك قاعد بالنص. حلو كتير. الفيسبوك راح يبعث لك public key تبعك تشفر فيه عشان تفك التشفير الديكريبشن تعمله بالprivate key تبعك. طب هون صار لازم يكون يدخل معك deep inspection عشان تقدر تفوت بقلب الباكت وتعمل له ديكريبت، تشيل التشفير تبعه. فهي واحدة من روائع الفايروولز اللي قاعدة بتصير والفيتشرز اللي قاعدة بتصير، بتبطئ شوي بس أموره أكيد تمام وأكيد كتير مهمة. ليش؟ لأنه أنا إذا عندي باكت هي ديكريبتد، طب بس بقلبه فيروس، أنا كيف بدي أعرفها إذا أنا عم بستعمل السي اي أثوريتي ولا رح يعرف فيها ولا رح يحس فيها؟ فكان لازم دي بي اي، كان لازم ديب باكيت انسبكشن،
يحصل عندي. فكان لازم سيرتيفيكت تنزل عندي هون على الجهاز عشان تقدر تشتغل بالمنظومة الصحيحة. فصار في عندك الانتي فيروس بطل لحاله، لازم بس بدك تشغله، هاي نصيحتي، لازم بدك تشغل انتي فيروس، شغل معه دي بي اي SSL encryption بس تكون ديب. الابليكيشن كنترول مش هيشتغل معك من دون دي بي اي، تمام. ويب فلتر لما تفوت بشيء بقلب الابليكيشن نفسه ما راح يشتغل معك من دون دي بي اي، تمام. فكان لازم دي بي اي يفوت معنا، فدائما هاي السيرتيفيكت فيها. فهلا شو كيف صارت النظام؟ الانتي فيروس شغال، لما تشغل معاه الاس اس ال انسبكشن اللي هو ديب دي بي اي، فصار بفتش بقلب، بيعمل ديكريبت وبفتش بقلبه. حتى لو كان عندك انت ملف معمول له زيب مضغوط، بفوت بقلبه بفتش. نحن بعدنا ما حكينا باي بي اس بانتروجن بريفنشن سيستم، عم نحكي الانتي فيروس قديش طور الموضوع عنده. حلو كتير. فكان لازم هذا الموضوع. طيب الانتي فيروس بيشتغل بطريقه، يعني في انواع هاي عند الفورتيجيت. اول شيء اذا عنده تهديد صريح، في عندك بسموه دايركت ثريتس، تهديد صريح، بيشتغل بشيء اسمه AV Protection. هاي مود عنده، هاي بتغيرها بالكوماند لاين، اوكي. فهذا ما يكون في عندك تهديد صريح لإله. طيب الشغل الثاني بقول لك، انت عندك specific function هذا ما يكون في عندك جراي وير. الجراي وير هو عبارة عن software malicious software ممكن يقعد عندك بقلب الابليكيشن تبعك بالsoftware لحتى الهاكر يحرضه بشغله، يعمل له مثلا يكون في عنده تكملي اوكي لإله ويشتغل، فبيبلش يشتغل. فالspecific function هذا على الجراي وير ممكن انت كمان تفعله، هذا second level. طيب الليفل الثالث إيش اسمه؟ هيروستيكال. هذا شو؟ هون انت عم تستغل. شو يعني تستغل؟ خلينا نكتبه بس هيروستيكس. اوكي انت عندك يا سيدي العزيز، اول ما يشتبه بباكت، اول ما يشتبه فيها شو ما كانت، شافها على البيهيفير بيعمل لك بلوك. طبعا انت فيك تختار يا يعمل بلوك يا يعمل له باس، بس هذا انخلق ونحط عشان يعمل له بلوك، تمام. هذا كلام فينا نشوفه من الكوماند لاين. هذا كلام هيك باختصار نظري. خلينا نشوفه بس على الكوماند لاين. لو رحنا على تيبولوجي، هذا شوف انا التيبولوجي هاي بس عملتها لانه انا ضرب عندي جهاز سيرفر، انا كنت عم بشرح لكم عليها. فالسايت 1 طبعا راح الكونفيجريشن، فلسه ما عملت الكونفيجريشن والسيرفر من اول وجديد، فبدها تاخذ معي وقت، تمام. فخليني اعمل لاب صغير نفس المبدا، لبين بس ما يصير في عندي وقت ارجع اعيد الكونفيجريشن مره ثانيه وارجع احط فيه. طيب تعال مثلا لو فتنا هون على الكوماند لاين على فورتيجيت نشوفه. لو قلت له كونفيج انتي فيروس سيستم كان كونفيج انتي فيروس، او كل كويشن مارك ممكن يساعدني سيتنجز، تمام. لو قلت له سيت واعطيته كويشن مارك، شوف شو بقول لهم. قال لك بدك تشغله على ماشين ليرنينج ديتكشن، تمام، هذا تقريبا هذا الذكاء اللي عنده، ولا بدك تشتغله جراي وير زي ما قلت لكم عليه، تمام، ولا اوفر رايت. هذا كلام عام، انت فيك تشغله زي ما بدك. كان في كمان شغله ثاني او يوز اكستريم دي بي، هذا شرحت لكم اياه. اذا بدك اكستريم دي بي هذول يبينوا عندك لازم يكون في عندك اللايسنس مفعل،
اوكي، فانا موجود عندي عشان اللايسن عندي بتاع لي. او كان مثلا ممكن تقول له هون set heuristic set mode. طيب ما فيش مود. طب بلاش، كيف كان كوماند تي تقول له config انتي فايروس. شوف شوف عندي هون profile quarantine، لا مش موجود عندي الهيرست، بالهيرستكس مش موجود عندي. تمام، لا ما عندي اياها. طيب مش موجودة على الفي ام، كان بتقول له هيرستكس هون بتشغل الهيرستكس. طيب مش مشكلة، تعالوا نشوف كيف ممكن نشتغل عليها ونجرب الانتي فايروس. هنفتح السيرفر عندنا هون، هنلاقيه نايم. طيب كلوز تاب عشان نعمل ريليز السيشنز اللي عندي. طيب خلينا نفوت على الانتي فايروس نفسه. ماشي الحال. تمام، دخل عندي هون. طبعا الاي بي اس وكل شيء انا عندي اكتيفيتد ومفعل واموري تمام والحمد لله. طيب ندخل على لو سكرنا الداشبورد وفتنا على السكيورتي بروفايل. خلينا نفوت على الانتي فايروس. الانتي فايروس مثلا انا راح اشتغل على الديفولت، لان الديفولت هي اتس انف فور مي، بس انت فيك طبعا تشتغل على تعمل كرييت نيو، تسميها اللي بدك اياه وتختار فلو بيزد ولا بروكسي بيزد. شرحت لكم شو الفرق بين فلو بيزد ولا بروكسي بيزد. بتقول له مثلا تريت ويندوز اكسبيرين ايميل اتاشمنت از فايروسز، اذا بدك مثلا عندك بايميل اتاشمنت فايروس انكلود كوارنتاين، بدك تحطه على كوارنتاين. هاي واحده كمان من الشغلات. يوز فورتي جارد اوت بريك، فيك تعمل انيبل اللي بدك اياه. انا من ناحيتي انا ام فاين مع الديفولت. قبل ما نشوف كيف اشغل انتي فايروس، في شيء عندي هون اسمه بقلب السيستم، في عندي شيء اسمه سيرتيفيكيتس. السيرتيفيكيتس اللي قلت لكم عليها ولازم تنزل، هلا بقول لكم ليش لازم تنزل، هي مثلا فورتيجيت سي اي اس اس ال، هاي تبعت الاس اس ال انسبكشن، هاي لازم نعملها داونلود. بس قبل ما نعملها داونلود خلينا نفوت على، لا ليش هيك، اوكي نفوت على سكيورتي بروفايل، نفوت على لا عفوا بالبوليسي اوبجكتس بفايروال بوليسي، سموها فايروال بوليسي بفيرجن 7. حلو، طيب عندك دائما الديفولت تبعك بيكون اسمها سيرتيفيكت انسبكشن اللي هي السي اي العاديه اللي هي ما بتعملها ولا شيء. طيب هل انا لو شغلت الانتي فايروس هيك انحلت عندي مشاكلي؟ لا. ليش؟ تعال نعمل اد، حيكون عندي مشكله بال الانكريبتد الباكتس الانكريبتد، او مثلا بالملفات اللي معمول لها زيبنج. اوكي الانتي فايروس ما راح يقدر يمسكها، خليه على الديفولت الطبيعي تبعه. هنقول له اوكي وحنسكر السيشن. حنفوت على موقع من تستة الفيروسات منه فورتي نت والدنيا كلها تبتنار، اسمه icar.org. طيب هنروح هون عند يقول له داونلود انتي ميلوير تيستينج، منفوت ننزل عليه هون. طيب عندك تكست فايل، فيك انت تحطها بتكست فايل وتنزلها على جهاز الكمبيوتر تبعك، هاي بنعملها تيست ما بنفوت موضوع الفورتي كلاينت. في عندك شيء اسمه icar.com زين، بس خلينا نشوف هون الاكسل. هذا هو كوماند انت ممكن تاخده كوبي وتحطه بتكست فايل. انا ما عايزه هلا، انا عايز اشوف هذا فيروس طبعا. اوكي فانا عايز اشوف icar.com.z مضغوط ولا كانه شافه موجود. طيب كيف ممكن نحل هاي المشكله؟ حلو،
خليني افوت على الفورتيجيت بدك تروح هون على السيرتيفيكتس اللي عنده اياها اوكي هنسكر الداشبورد هنفوت على السيستم هنفوت على السيرتيفيكتس انا يمكن منزلها على جهاز كمبيوتر بس الفيديو كيف بتنزل وبتقول له رايت كليك بتقول له داونلود وبتحطها عندك الحلو بالموضوع وين بما انه انا على السيرفر بس هاي حفرجيك اياها بفيديو تاني بعمل جروب بوليسي وبعمل لها تروح تو بوش انه تنعمل انستولد على كل جهاز كمبيوتر تمام هيك الامور عشان تتطبق ولما تطبق البوليسي بالفاير وول بستعمل السيرتيفيكت هاي حلو فبتعمله داونلود وبتروح مثلا بتقول له سيف ولو مثلا سيب انا عندي اياها العسل في عندي دوبليكيت هي قالك فما فيش اي مشاكل حلو كتير بعدين مثلا كيف ممكن نطبقها فوت على انا وين بالفايرفوكس اوكي بدك فوت على الفايرفوكس بتقول له سيتنجز بتروح على برايفسي اند سكيورتي تنزل تحت على الفيو سيرتيفيكيت قول له امبورت اي واحده طبعا نزلها اوكي انا نزلها من قبل بس اوريدي انستولد اوكي فهون بتشوفها لما تكبس اف هتلاقي اف ان تيم لا هتلاقي فورتينت وبتلاقي انه موجوده السوفت وير سكيورتي شوف شو قال لك لاحظ انه انا كنت من اول منزلها بس ما اعمل اي شيء ليش لاني ما مفعلها كيف بدي افعلها لازم اقول له ديب انسبكشن تعال نجرب قول له اوكي هي فورتينت على طول عرفت لك هي سيرتيفيكت قال لك هذا السيرتيفيكت هي الاثوريتي تبعه هو فورتينت والاسم هذا اوكي قول له اوكي تمام خليني اروح على الفاير وول وخليني اروح على البوليسي اند اوبجكتس بالفاير وول بوليسي بالبوليسي اللي عندي اياها اللي انا سميها للكل هون طيب ديفولت الاس اس ال انسبكشن انا ما بدي سيرتيفيكت لان سيرتيفيكت انا بتعمل 3 واي هاند شيك ومن فوق من فوق من لبر لبر لا بدي اروح على الديب انسبكشن فوت لي اياها ديب قول له اوكي تمام عشان بس تطبق معك مظبوطه يستحسن تسكر السيشنز كلياتها للبراوزر عشان تطبق لانه ما راح تطبق معك اذا حتى هتشوف هتعمل نفس الشيء طيب قول له نفس الشيء اي كار قول له اوكي طيب داونلود نزل اياها تحت طبعا على طول هون هو شو بقول لك قال لك الاشي اللي بداونلود از temporarily not provided حلو تعال نفوت هون شوفه برافو شوف شو قال لك هاي سكيورتي اليرت كان من قبل على السيرتيفيكت لحاله ما مشيت قال لك هاي سكيورتي اليرت قال لك لا هذا فيروس ليش لا مع انه معمول له زيب فانفتح وعمل بقلبه انسبكشن ليش لانه عنده دي بي اي تمام ديب في عندك ديب بروتكشن انسبكشن طيب هذا معمول له زيب مره هذا معمول له زيب مرتين شوف حيمسكه ولا لا نفس النظام مسكه فهاي روعه الانتي فاير انا عشان هيك مثلا ما بشتغل بروكسي بيز اوكي بشتغل فلو بيز لانه في عندنا لازم نفعل نفتح الفايرول لازم نفعل احنا الدي بي اي الدي بي اي اليوم هاي السيرتيفيكت بتشتغل مع كله الابلكيشن كنترول اذا بدك مثلا انت توقف اللايك بالفيسبوك ما راح يشتغل معك اذا ما فعلت الدي بي اي ليش لانه الفيسبوك اتش تي بي اس تمام معمول له انكريبشن طب كيف بدك تعمله ديكريبشن فكان لازم اس اس ال انكريبشن انسبكشن عفوا تعال نشوفها مره تاني فاير وول بوليسي موجودة هون فشوف شو اخترنا هون Deep Inspection للSSL Inspection حتى لو بتروح هون بقول لك The SSL Profile Use Full SSL Inspection شوف الفل End User Will Likely See Certificate Warning Unless The Certificate Is Installed In Their Browser راح تلاقي Certificate 1 بس أنا كنت منزلها على البراوزر فما راح تلاقي لو ما منزلها ما راح تشتغل ما راح يفتح لك المواقع أصلا فكان لازم Certificate هاي تنزل تمام وفي شغله كمان حتى لو منزلها
والبراوزر تبعك قديم سكيورتي وايز برضه ما راح يفتح معك، فيستحسن كمان تتأكد انه البراوزر ابديتد. ماشي الحال؟ فكان هذا الموضوع بالنسبة للأنتي فيروس وكيف بنشتغل معه مع الديب انسبكشن. اتمنى الدرس يكون مفيد، وانتظرونا ان شاء الله بدرس جديد، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموها وتعملوا لايك وشير عشان اقدر اكفي المحتوى معاكم، ونشوفكم بدرس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.